مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم راح اعرض لكم فيديو مكمل للفيديو تبعت امبارح، وانا وعدتكم قلت لكم راح اطلع لكم فيديو يكمل الفيديو تبعت امبارح، طريقة الحفاظ على البشرة، كيف تحافظي على بشرة لامعة مشرقة غير شاع حبام ناعمة، المسامات تبعتها كتير حلوة بنفس الوقت مشرقة بأي وقت، تتغلبي على جميع التجاعيد، وهذا سر من أسرار النساء الفرنسيات يتمتعن بشرة شابة حتى بعد الستين. حبايبي تلاحظون النساء الفرنسيات الصراحة جد، يعني أنا رحت لفرنسا وشفت بشرتهم يعني كتير حلوة جد، تلاحظيها عمرها 60 سنة ما بتعطيها 40، بشرة كتير حلوة. يستعملون حبايبي كتير الروزماري اللي هو كليل الجبل، كتير يستعملوه للبشرة، والكل تعرف الكليل الجبل هو او الروزماري بعض المناطق ينادوه، هو في حامض فلوريك، وبنفس الوقت يحتوي على كثير من الفيتامينات ومن ضمنها فيتامين بي، ويساعد على الحفاظ على جمال البشره، ويحافظ على مرونه البشره، ويحافظ على مرونه الجلد، ويدعم الجلد بالكولاجين المستمر، يعني اللي ابد ما بيتوقف. طول ما انت تستعملين الروزماري الكولاجين او الكولاجين يكون ببشرتك يعني مستمر. كيف هو وشو طريقة استعماله؟ الروزماري الكل تعرفه هو هذا، هيو هذه هي، نستعمله للطبخ، نستعمله كتير حلو، نستعمله للطبخ ونستعمله يعني للدجاج، ونستعمله نشربه كشاي، كتير حلو حبايبي. تاخذين تقريبا 2 من ذولا حبايبي 2، وشو بتسوين؟ تاخذين من ذولا 2 وتجيبيهم وتحطيهم بكاسة زي هاي كاستي اللي انا حطيتها، وشو تخليه بس حتى لو كانت اكبر بعد احسن يعني هيك، طيب، وتخلين عليها مي سخنة وتسيبيها هيك وتركيها يوم كامل. بعد هذا اليوم ثاني يوم تبقي لازم تغطيه عشان نحتفظ بالزيوت تبعته، ثاني يوم تصفيه وتحطيه ببخاخ زي هذا. طيب هيني انا مجهزته قبل الفيديو، طبعا قاعدين تشوفوني هنا شيء ابيض، هيو ابيض، انا بعدين هيو طلعه وبعدين احكيكم شو هذا. هذا كيف تستعمليه حبايبي؟ تستعمليه بعد الماسك تبع امبارح، بعد ما خليتي الماسك تبعت امبارح اللي هو بياض البيض مع جل الالوفيرا، تجين هذا وترشيه تاخذيه وترشيه هيك على بشرتك بالكامل. طيب هيك ترشيه على بشرتك بالكامل، حتى لو اجى على الشعر لا تخافوا، تمسحي هيك بشرتك وتظلين تدلكين فيه، طيب، لحد ما ينشف وترجع تحطين مره ثانيه وتسيبيها الجو حار، ويا ريت تستغلون هذا الوقت هسه الجو حار، بالشتاء ما راح تقدرون الا بالقطنه وتمسحون فيه البشره، خليه هيك لحد ما ينشف على بشرتك كتير حلو. طيب بعد هذا حبايبي، بعد ما سويتي، طيب تقدرين تسويه يعني شلون بعد الماسك تبع بياض البيض مرتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشر مرات، ما في اي مشكله تحطيه على بشرتك. اللي حابه حبايبي تقدر تحط فيتامين اي، انا ما حطيت. اللي حابه تقدر تاخذ قليل من الماء تبعت لبان الذكر، يعني هلقت كوبايه تخلي تضيف معه. اللي حابه طلعوا اني هي ان شاء الله تكون واضحه، هيو هيها قاعدين تشوفوها، حطيت حبه هيك هالكبراتها من لبان الذكر او حبتين صغار، تذبوها فيها وبين فتره وفتره تسيبوها بالثلاجه وتحطوها، او تزيدوا فنجان قهوه صغير مع اللي حابه، مو ضروري نهائيا لانه ما حدا يعني يستعملها هاي الخلطه، خلطتي انا اللي بستعملها هيك. زين كتير حلوة للبشرة بأي وقت تستعمليها. بالنسبة للخوات اللي حابين يستعملوا شعرهم لازم يغلوه يعني بهيك طنجرة صغيرة، دلة، أي إشي عندك تغليه لحد ما يصير لونه هيك مثل الشاي، بعدين كمان تحطيه ببخاخ زي هيك وتستعمليه للشاي، يغمق لون الشعر، طيب، يقوي البصيلات الشعر، كتير حلو للشعر الصراحة، يعطي له هيك حيوية ونشاط ويوقف التساقط بنفس الوقت.
بالنسبه هذا حتى لو اجى على شعركم ما راح ياثر، يعني عشان بقليل من لبان الذكر ما راح ياثر نهائيا، لان الكل تعرف لبان الذكر كتير حلو للبشره. قديش تقدرين تحتفظين فيه بالثلاجه؟ تقدرين 10 ايام تحتفظين فيه بالثلاجه، يعني سوين قد هاي الكميه لمده 10 ايام خلاص بيكون. تقدرين تسوين منه قوالب ثلج كمان تستعمليه لبشرتك. بالنسبه لحابه تسوي زيت الروزماري او كليل الجبل، تاخذين تقريبا غصنين من كليل الجبل وتحطيهم قزاز زي هيك، بس يا ريت تكون بنيه، واذا كانت مو بنيه تقدرين تلفيها باي شيء هيك وتحطيها باي بوفيه عندك. تحطين يعني غصنين من اكليل الجبل ناشف او اخضر، نفس الاشي بيصير. تخلين عليه اي زيت دوار الشمس او زيت الذرة او زيت الزيتون، وتسيبيه مدة اسبوعين، وكل فترة تحاولين هيك ترجيها. طيب، ولازم القزازة تكون بنية، اذا عندك بنية ضروري، واذا ما في حتى زي انا تقدرين تسكريها وتسيبيها بمكان مظلم. طيب، حتى لو خليتيها بمكان مظلم كتير، يعني بوفيه مسكرة ما بتنفتح كلش، عادي يظل هيك ما في مشكلة. بس إذا بمكان هيك لازم مكان شان نقول قدام شباك المطبخ أو أي مكان، لازم القزازة تكون بنية عشان ما بتتأثر بأشعة الشمس. إذا كانت على الشباك لازم القزازة بنية. طيب، أو السكريها. هذا هو زيت الروزماري. أنا صراحة كتير أسوي زيت الروزماري، مو لأني بس أستعمله للبشرة، أحب حتى أستعمله للطبيخ، يعني مثلا أجي أسوي فيه الدجاج، أجي أسوي فيه الرز، كمان يعطي نكهة كتير حلوة للطبيخ. هاي هي اليوم وصفتي حبايبي، واستنوني وصفة اللي راح تنزل بعد هاي الوصفة، هي وصفة طريقة التخلص من الهالات السود كمان، وكيف نتغلب على انتفاخ تحت العين، وكيف نتغلب على التجاعيد. ثلاث وصفات متكاملة، يعني تستعملين أول وصفة كليل الجبل، العفو البياض البيض مع الألوفيرا، بعديها تستعملين هو كليل الجبل وترشيه بأي وقت انت حابيته، بعدين تسترخي وتستعملين الوصفة اللي راح تنزل بكرة أو اليوم بالليل ما بعرف. طيب، هي هاي الوصفة اللي راح تكون مكملة للثلاث فيديوهات، بثلاث فيديوهات مكملة تستعملين شهر كامل، راح تحصلي على بشرة كتير حلوة إن شاء الله. وأتمنى من عندكم حبايبي إنه نال رضاتكم هذا الفيديو، وأتمنى من عندكم حبايبي بنفس الوقت إنكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامة، واستنوني بالفيديو القادم.